الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تحية والتقدير لفخامة الرئيس وللشعب الجزائري على مواقفهم التي ظلت دوما تدعم الحق وظلت دوما تدعم السودان في كل ما ألم به من معاضل على مر تاريخي. تحية خاصة أيضاً لفخامة الرئيس على كرم الاستقبال والضيافة وما لمسناه من روح أخوية صادقة متفهمة لكل قضايا السودان وقضايا المنطقة. الجزائر، شعب الجزائري تاريخ قديم دليل مليء بالوطنية، مليء بمناصرة القضايا الوطنية، مليء بمناصرة الحق دوماً. تحية للشعب الجزائري، تحية لشهداء الجزائر، تحية للقيادة الجزائرية. الآن تناولنا كثير من الموضوعات المشتركة التي تهم السودان وتهم الإقليم. الجزائر بحكم موقفها ومواقفها الثابتة وعضويتها التي نالتها عن جدار الآن، نحن بنحييهم وبنهنئهم على عضويتهم في مجلس الأمن. نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحيا حياة كريمة. تحدثنا في كثير من أوجه التعاون، وجدنا تفهم تام وترحاب بكل قضايا التعاون المتوقعة والمرجوة في أنها تنفذ وتستمر بين دولتينا. السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة، شركاء إقليميين ودوليين، بعض المشترى النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر، وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. تحية للقيادة الجزائرية مرة أخرى، تحية للشعب الجزائري، ونكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتناننا لما لمسناه من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تذليله. نحن سعيدين لأن الجزائر تكون حاضرة في طاولة، أي طاولة للنقاش أو للحوار، إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية، فهم نصراء للحق، لذلك نحن نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. لكم التحية ولكم التقدير وجزيل شكرنا وامتناننا. شكرا. الله يبارك.